بيكم مشاهدي عين على البرلمان، الجولة الثانية بتابع فيها معاكم آخر الأخبار الخاصة بالشأن البرلماني. طبعا النهاردة بالذات وفي هذه الجولة هتكلم عن حصاد ما مضى في البرلمان في دور الانعقاد الأول، بالإضافة طبعا للأحداث اللي على رأسها حادث قطار العياط. فقرتي الحوارية الأخيرة اللي كلمت حضراتكم عنها هيكون ضيفي فيها الدكتور ياسر الهضيبي، الفقيه الدستوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، للحديث عن حصاد مجلس النواب في دور الانعقاد الأول. نجاحات، إخفاقات، إيه الصح، إيه الغلط، إيه اللي المفروض يحصل في الفترة اللي جاية، وإيه المطلوب من المجلس في دور الانعقاد، أداء اللجان، أداء النواب، نواب الشباب، المرأة، النواب أصحاب الخبرات في برلمانات أخرى سابقة، إلى آخره. أبدأ معكم سريعا بآخر الأخبار. وزارة الصحة أعلنت عن عدد حالات الوفاة في حادث انقلاب عربيتين من قطار كان متجه من أسيوط للقاهرة في محطة أبو العزايم البليدة بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، إلى 5 حالات وفاة و27 مصاب. الوزارة أوضحت في بيان لها اليوم أنه تم نقل 22 من المصابين إلى مستشفى العياط المركزي، ونقل 3 مصابين إلى مستشفى الحوامدية العام، ومصاب واحد لكل من مستشفى البدرشين المركزي والهلال. أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيقات موسعة حول هذا الحادث لكشف ملابساته وأسباب خروجه عن القضبان. كلف النيابة المختصة بسرعة استجواب سائق القطار لتحديد المسؤول عن الحادث. كما قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 10,000 جنيه لكل حالة وفاة من حالات حادث قطار العياط، بإجمالي 50,000 جنيه لخمس وفيات و2000 جنيه للإصابة. قرر اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة صرف 2000 جنيه أيضا لكل مصاب في حادث قطار العياط و5000 جنيه لأسرة كل متوفي. كاميرا عين على البرلمان انتقلت إلى مستشفى العياط المركزي للإطمئنان على حالة المصابين في انقلاب قطار العياط ومعرفة تفاصيل الحادث، بصحبة زميلنا محمد بهاء. نتابع. في شغلنا ماشي. طبعا اللي حصل ده شيء مؤسف وشيء يزعل جميع طفيت الشعب، سواء مسلم مسيحي، الناس كلها زعلانه طبعا. بس حضرتك احنا في شغلنا احنا مهددين من الناس الاهالي. يا ريت الاهالي تتعاون معانا شويه يا فندم بالنسبه للمزلقانات. كنا طبعا شغالين في بوسطتنا منطقه العياط، فلما سمعنا ان في حادثه جينا لقينا في جثث واسعافات بتحول ماشي في ورا عند مدخل القطر نفسه من على التحويله. في ناس وقعت من الناس اللي هي واقفه على الابواب دي، وقعت في حوالي 3 4 ماتوا وناس اصيبت. وعند الانقلاب نفسه كان في ناس تحت الجرار، وقعدنا احنا وزمايلنا نحاول نطلع الناس ديت. في فرد كمان اللي هو فرد البريد اتوفى ده ورجله اتبطرت. القطر كان داخل التحويله بتاع المخزن دي، فبسرعه يعني خد التصادم ونزل تحت. فهو يعني كان متحوله التحويله، نزل داخل على التحويله ونزل خد التصادم ونزل لتحت. واخد 10 غرز فيه بس، وصباعي اللي هو الشمال ده مش قادر احركه، فما عندهمش اشعه رنين داخل المستشفى يعني. فطلبوا مننا ان احنا نطلع على نعمل اشعه الرنين خارج المستشفى. كنت شغاله في مصر ومروحه لبناتي في المنيا، وركبت قطر 8 الصبح وماشيين قاعدين في امان الله. بس انا لقينا القطر حاجه دبت زي القنبله فرقعت، خلتنا بقينا نروح ونجري على بعضينا كلنا، ما بقيناش عارفين لما نعمل ايه. وبصيت لقيت نفسي ما دارتش بالدنيا غير هم جايبيني في الاسعاف هنا. لقينا القطر ماشي، بصينا لقينا راح شمال ويمين ماشي، وبصينا لقينا القطر بتقل، العربيه اللي قدامي اتقلبت. انا كنت في تاني عربيه. تاني عربيه ورا السواق. انا لقيت العربيه بتتقلب، نطيت منها، نطيت على رجلي، لقيت العربيه بتتقلب عليا، رحت نطيت في الارض اللي تحت. مدريتش بنفسي بعد كده، قلت لي زعاف بتنقل وبتجيبني علينا. انا والله كنت نايم، ببص لقيت القطر عمال يتهز والناس عماله تصوت. بعد كده القطر هدى شويه وبعد كده راح مشي. لقيته برضه بيتهز تاني، بعد كده راح واقف. بص لقيت الناس مشي. الناس قلبت من القطر. رحت فتح الشباك ورحت نطت انا كمان. احنا طلعنا من رمسيس، كانت الدنيا حلوه تمام، وصلنا العياط. فجاه القطر راح يمين وشمال. بعد كده العربية دخنت، فجأة راحت مقلوبين التلاتة من قدام، ما دريناش في حاجة. بعد كده من كتر الدخان ما دريناش في حاجة. اللي حصل القطر دخن بعد ما تهزش من وشمال، وقف مرة واحدة بقينا كلنا على بعض، نطينا من القطر بقى لما اتقلب. كنت نازل أجازة من الجيش من إسماعيلية،
وبعد كده الحمد لله القطر اهتزت وزنه بتاع نص دقيقة ورايح جاي كده، قلنا الحمد لله كوكو مزلان ولا حاجة. بعد كده عد استمر مش شوية فترة قصيرة من الوقت، مش شوية بعد كده عد، بعد كده عد حسينا اللي هو بيتقلب، بس ما قدرتش بنفسي بقى لا بسعف بتنقل حالاته كده. عدد الإصابات 25، في حالة منهم حولت القصر العيني، 24 موجودين معظمه خرج، في 5 وفيات. الاصابات لو في كسور خفيفه بتعمل لها اخصائيين العظام عندي بيعملوا لازم اشعاعات بنعملها لهم، محتاج جبيره او جبس بتتعمل، كل الفحوصات بتتعمل لهم، اسعافات اوليه طبعا بنقدمها لهم. لو في اي حد وطبعا ما حصلش النهارده الحمد لله محتاج نقل دم كنا ننقله دم. دكتور جلال السعيد وزير النقل قال ان جميع المصابين في الحادث تم نقلهم لمستشفيات العياط والحوامديه ويتلقون عنايه جيده في المستشفيات، مؤكدا على ان سبب الحادث خطا بشري وسيتم محاسبة المخطئ. أضاف وزير النقل أن السكك الحديدية عانت معاناة شديدة لعشرات السنوات، والكل يعرف أن هناك برنامجا إصلاحيا كبيرا للسكك الحديد بيتضمن خطوات السكك الحديد نفسها ونظم التجمع في القطارات، وبيشمل المحطات والمزلقانات وشراء قطارات جديدة وإعادة تأهيل عربات ركاب حالية وشراء عربات ركاب جديدة. النهاردة كمان وقع حادث على طريق الفرافرة بالواحات البحرية، أسفر عن مصرع 22 شخصا من العاملين بإحدى المزارع بالفرافرة نتيجة لتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل على الطريق. تم نقل 12 جثة منهم إلى مشرحة مستشفى الدخلة المركزي و10 جثث إلى مشرحة مستشفى الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة في 7 سيارات إسعاف تم الدفع بها إلى موقع الحادث. في نفس السياق قرر اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد إلغاء الاحتفالية التي كان من المقرر أن تنفذ صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة لتكريم أوائل الشهادات العامة والاكتفاء بتكريمهم بمكتبه ومنحهم شهادات التقدير وميدالية المحافظة. النهاردة أدى المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالإضافة إلى وزير التموين الجديد اللواء محمد الشيخ. شملت الحركة تعيين 6 محافظين هم المهندس عاطف عبد الحميد محافظا للقاهرة، دكتور رضا فرحات محافظا للاسكندرية، لواء عمرو عبد المنعم محافظا للقليوبية، لواء شرطة عصام الدين بدوي محافظا للمنيا، أحمد محمد حامد محافظا للسويس، الدكتور جمال سامي محافظا للفيوم. أرسل النهاردة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رسالة شكر إلى العاملين بالأمانة العامة للمجلس على مجهوداتهم طول مدة الانعقاد للدور الأول وتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أذاعت الإذاعة الداخلية للبرلمان رسالة الشكر لدور الانعقاد الأول، حيث كشف في هذا الأمر وجه آخر للدكتور علي عبد العال هو الحسم والصرامة في إدارة الجلسات. احنا في عين على البرلمان رصدنا الجانب الاخر لرئيس المجلس في التقرير التالي نتابع. سيادة النائب ان يلتزم بادب الحديث، التقاليد البرلمانية والسوابق البرلمانية تمنع حضور النائب بهذا الشيء. لو سمحت ما توقفش، ما توقفش الا بتاخد الاسم. لو سمحت، لو سمحت الدستور عارفه كويس، عارفه الدستور كويس، أرجو التزام الهدوء. أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس يعرف متى يمزح ومتى يكون جادا. عرف بالشخصية الصارمة القادرة على إدارة المواقف، فلا صوت يعلو على صوته داخل قاعة المجلس، لكنه ليس بالشخصية الدكتاتورية، فلا يفعل شيء إلا باتخاذ آراء أغلبية أعضاء المجلس. إنه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري الذي كان المزاح والصراخ أبرز الطرق التي يتبعها في التعامل مع أعضاء المجلس. فالأزمات التي يواجهها المجلس عادة ما تكون اختلاف النواب على القوانين أو الغياب وعدم الالتزام بالمواعيد، والسبب الأخير بلا شك يسيء إلى صورة البرلمان، مما يدفع رئيس المجلس أن يكون حازما في كلامه حتى يستطيع أن يمسك بزمام الأمور. مواقف كثيرة صارمة للدكتور علي عبد العال ظهرت جليا في طرده للنائب أحمد طنطاوي على خلفية اعتراضي على وقائع الجلسة وعملية التصويت على مواد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس. أنت غير موافق على القانون، اتفضل اجلس. عديت وجهة نظرك، خلاص اجلس في مكانك.
سأضطر تطبيق اللائحة على سيادة النائب أحمد الططاو. سيادة المقرر سجلنا اعتراض يا ريس، احنا سجلنا اعتراض في القرار. أطلب إخراج النائب أحمد طنطاوي من القاعة. وعندما وصل الأمر إلى إهانة وإساءة المجلس من قبل سمير غطاس كما رأى البعض، كان القرار صارما من قبل عبد العال بطرده. أرجو الموافق على إخراج هذا النائب يتفضل برفع اليد. إذن يتفضل السيد النائب من الخروج من القاعة. لم ينتهي مسلسل الطرد عند هذا الحد، بل طال أيضا النائب توفيق وكاشة قبل إقالته، وذلك عندما انفعل على رئيس المجلس وصرخ في وجهه اعتراضا على عدم اعطاء الكلمة. اقعد في مكانك لو سمحت. هل توافقون على اخراج النائب من الجلسة؟ الموافق على اخراج النائب من الجلسة يتفضل برفع اليد. يخرج النائب من الجلسة. ده برلمان السوء، قالها علي عبد العال للنواب اعتراضا على ظاهرة الغياب المتكررة وعدم التزامهم باللائحة، وأيضا على طريقة النواب في طلب الكلمة من خلال رفع الأيدي. لن أعطيك الكلمة، وأرجو منك التوقف عن تحريض أعضاء المجلس وتجريح المؤسسات الدستورية. كانت جملة صارمة من عبد العال للنائب محمد أنور السادات عندما هدد الأخير بتجميد نشاط لجنة حقوق الإنسان، متهما عبد العال بتعطيل أنشطتها وعدم الرد على الطلبات التي تستلزم موافقته. انتهى الكلام، لا يجوز لك أن تتكلم هذا الكلام عمن قدم ضريبة الدم من القوات المسلحة. كل هذا وأكثر يحدث داخل قاعة مجلس النواب المصري التي لا يناسبها إلا شخصية مثل شخصية الدكتور علي عبد العال، حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى وننسى القضية الأساسية التي أنشئ المجلس من أجلها، وهي خدمة الوطن والمواطن. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الفقرة الحوارية اللي بتعتبر ملخص في قراءة تفصيلية لدور الانعقاد الأول في مجلس النواب وما تم في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب من أول ما بدأ المجلس لحد امبارح، أو لحد حتى كمان رسالة الشكر اللي وجهها الدكتور علي عبد العال للنواب على فترة دور الانعقاد الأول. إيه اللي أداه مجلس النواب من إيجابيات وسلبيات؟ إيه اللي كان متوقع وتم بالفعل؟ وإيه اللي كان متوقع ولم يتم؟ وإيه اللي كان المفروض إن هو يحصل من أمور متعلقة بالدستور ولم يتم؟ وإيه اللي المفترض يحصل في الفترة اللي جاية دور الانعقاد الثاني؟ دور شباب النواب كان عامل إزاي؟ أداء المرأة كان عامل إزاي؟ أداء الأحزاب بشكل عام كان عامل إزاي؟ الهيئات البرلمانية والائتلاف طبعا دعم مصر. الكثير من التساؤلات متعلقة بدور الانعقاد الأول لمجلس النواب أطرحها على ضيفي اللي مشرفني في استوديو عين على البرلمان، دكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري، الفقيه الدستوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد. برحب بحضرتك معنا مشرف. أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. سريعا كده بس علشان احنا في حدثين مهمين، حدث المحافظين الجدد وحدث حادث العياط قطار العياط، يعني كيف تابعت الاثنين؟ هو بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين والشعب المصري، وقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة طيب. عيد الأضحى المبارك. تغيير المحافظين وحادثة العياط بيربطهم رابط واحد فقط، وهو ان الحكومة لا تتعلم. يعني حادثة العياط دي للمرة الرابعة والعياط لحضرتك يتغير وزير فيها مرة واثنين وبرضه حادثة العياط، زي ما يكون في جن قاعد في العياط كل ما يحب يقلب قطر يقلبه، لكن لا في علم ولا في دراسة ولا في تخطيط من الدولة لمنع مثل هذه الحوادث، سواء كان الخطأ فني أو كان الخطأ بشري، لأن تأهيل البشر لقيادة الطيارات أو لقيادة السيارات أو سيادة القطارات أهم من أي تأهيله حتى أنه يبقى دكتور أو مهندس، لأن هو هنا بيقود أرواح مش بيقود فرقة مسرحية أو بيقود فريق كورة زي ما بيهتموا بتدريب الفرق القومية في الكورة. صحيح. وفي الحياة بالنسبة لحركة المحافظين برضو الحكومة لا تتعلم، هي نفس الفكرة، يا لواء يا دكتور يا مستشار، واخد بال حضرتك؟ برضو الحركة بص فيها كلها لواءات ودكتور، يعني أربع لواءات ودكتور. مهندس عاطف عبد الحميد هو لواء مش مهندس القاهرة. هو لواء لواء طيار. والدكتور رضا فرحات محافظة للأسكندرية برضه لواء دكتور. واللواء عمرو عبد المنعم محافظة للقليوبية،
ولواء شرطة عصام الدين بدوي محافظا للمنيا، أحمد محمد حامد محافظا للسويس، سويس لواء، دكتور جمال سامي محافظا للفيوم. تمام، يبقى كده 4 لواءات من 6، إن لم يكن محافظ الأليوية في الأساس كمان لواء. أخذ بال حضرتك، نفس الموضوع، مش إقلال من هذه المجموعة، لكن احنا قلنا انما نفس الفكره، يعني نفس الفكر القديم. احنا قلنا المحافظ ممكن القديم يكون كويس، ممكن يكون الجديد كويس، او العكس. زي بيقولوا مش كل القديم وحش ولا كل الجديد حلو والعكس. تمام، احنا بنقول ان المحافظ يا ريت في التعديل الجديد، خاصه قانون الاداره المحليه سيعتمد على شهر 12، يا ريت يبقى المحافظ بالانتخاب. احنا عايزين ناس فنيه. دلوقتي ما بقاش السمك الكبير ياكل السمك الصغير. الزمن ده بقى زمن السمك الصغير القادر على السرعة والقادر على المناورة. أما السمك الكبير ياكل السمك الصغير، دي كان كلام زمان. وبالتالي عايزين محافظ عنده قدرة على الإدارة، عنده قدرة على الالتحام بالشعب، عنده قدرة على الإحساس بالناس. لأن الإحساس بالناس ده شيء كويس، فيه رحمة وفيه قدرة على أنك تحل مشاكل الناس، طالما عندك إحساس عالي بهموم الناس ومشاكلها. مين المحافظ الشاطر المجتهد من وجهة نظر حضرتك، اللي قادر على الالتحام مع الناس والعمل على حل مشكلاتهم، ولا اللي قادر ان هو يتواصل مع الحكومة ويجيب لمحافظتهم؟ هو يحقق المعادلة الصعبة. يبقى عنده قدرة على الالتحام بالناس لمعرفة مشاكلهم تحديدا وعلى الطبيعة، وفي نفس ذات الوقت يطلب من رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية وصفته الرئيس المباشر الامكانيات لحل هذه المشاكل. مش شرط يبقى ده ده، طب ما يبقى يعمل المعادلة الصعبة ويحققها ويجمع ما بين الحسنين. ممكن تبقى علاقته كويسة بالنواب كمان؟ هقول لحضرتك، هو المحافظ غالبا لا يرضي النواب، لأن النواب لهم طلبات كتيرة نتيجة ضغط أهالي الدائرة عليهم، والمحافظ بيبقى إمكانياته قليلة. أنا بقول، وبرضه دي رسالة للسيد الرئيس في بداية الحلقة، إن المحافظ لو قوي وقادر وفنياته عالية والدولة ادته إمكانيات، هيريحك سيادة الرئيس ويشيل عنك هم المحافظات ويبقى الهم قل شوية. لكن كل ما كان الاختيار ضعيف أو غير موفق، كل ما كانت الأعباء والطلبات توجه إلى الرئيس مباشر، بس الناس شايفاه هو اللي انتخبوه مش المحافظ اللي واجه، وبالتالي اللي بينتخب حد بيحاسبه، وإحنا عندنا حساب بعد سنتين. تمام. نروح بقى لمجلس النواب. مجلس النواب انتهى خلاص دور الانعقاد الأول، ومجلس النواب دخل في أجازة. كيف كان مجلس النواب من البداية وحتى رسالة الشكر؟ تمام، هقول لحضرتك قبل ما ادخل في مجلس النواب، عايز اقول رسالة محملها لي ناس كتيرة جدا من الشعب المصري. الناس محتارة من امرها في حاجتين، وهيئة الاستعلامات المصرية لا تقوم بدورها، ومتوضحش للناس سبب الحيرة دي او حل هذه الحيرة. اول شيء الناس محتارة فيه هم 4 حاجات: صندوق النقد، القرض بتاعه شر ولا خير؟ لبن الأطفال اللي اتظاهروا بسببه حقيقي ولا أزمة مفتعلة؟ تدخل الجيش في التنمية وتوفير لبن الأطفال مثلا، وشق الطرق وتمهيدها وعمل المشروعات القومية، في هجوم كبير جدا على الجيش في هذا الأمر. هجوم؟ طبعا، على أساس الميديا بتاعت أهل الشر. هو الجيش بيتدخل في كل حاجة، هم مش فاهمين حاجة. اللي بيهاجم ده أهل الشر مش فاهمين حاجة، إن لو تدخل في تدبير لبن الأطفال ده أمن قومي، يوفر عملة صعبة، وده أمن كمان قومي. لأن الست لما لقتش اللبن وهي قدام الشركة اللي بتبيع اللبن والصيدلية شايلة ابنها على كتفها، عارف المظاهرة دي تمت إزاي؟ هم رايحين يجيبوا اللبن، ملوش لبن، وقاعدين في الشارع على الكورنيش. يبقى أمن قومي ولا مش أمن قومي؟ جيش له دورين: الدور الأساسي الدفاع عن الحدود وعن البلاد ضد الاعداء، ده دور عسكري. الدور الجديد بقى اللي يعني ربنا يبارك له السيد الرئيس، حفاظ على الامن والسلم الاجتماعي. نماه جدا، اللي هو الحفاظ على الامن والسلم الاجتماعي، اللي هو من ضمن مهامه. انت عارف ان الجيش بيعمل مخابز ويوفر رغيف العيش بشكل، والكلام ده من زمان بقى، من ايام مبارك. صحيح، واخد بالك؟ فكل الامور اللي بيدخل فيها الجيش دي امور احنا محتاجينها، وامور يحمد عليها الجيش، فلازم برضه الناس تعرف ايه الموضوع الرابع اللي الناس محتاره فيه: وزير التموين بريء ولا مدان؟ دول 4 مواضيع. ليه بقى الناس قالوا موضوع وزير التموين؟ لان مجلس الوزراء
ارتكب خطأ فادح في اجتماع المرة. أو أيوة لما وجه الشكر لوزير التموين بكامل هيئته، أولا الشكر ده اعتداء على حق النواب وحق البرلمان، لأن لا يجب على مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء اللي أنا انتقدته المرة اللي فاتت أنه يصادر عن جهات التحقيق، لأن طالما التقرير بتاع اللجنة التخصصية راح للنائب العام والنائب العام تقدم له بلاغ الأستاذ مصطفى بكري وفي تحقيق، يبقى كان يجب على مجلس الوزراء أن ينتظر لأن تصدر نتيجة التحقيق، لأن المتهم بريء حتى إيه تثبت إدانته. ثبتت إدانته ما يقدمش الشكر، ثبت أنه بريء لا يقدم له الشكر ويبعت له ورد ويرد له اعتباره. دي بس الاربع ملاحظ اللي طيب. الشعب محتار فيهم، فبتمنى لما تبقى ان اعلام الدوله يرد على الحاجات. حلو جدا ده السؤال، لما تبقى في امور الناس محتاره فيها زي ما حضرتك قلت جميل. هنا الخطا يبقى خطا الحكومه ولا خطا الاعلام؟ هقول لحضرتك الدوله التي لا تسيطر على الاعلام دوله لا تسيطر على باقي الامور، لان الاعلام سلعه قوميه ومش تسيطر على الإعلام بمعنى السيطرة إنه يغني ويسبح بحمدها، لا يقول الحقيقة. تدخل الجيش هنا صح، يبقى الإعلام كله يقول إنه صح، غير إعلام الناس التانية مالناش دعوة بيه. عدم تدخل الحكومة هنا أو الجيش هنا غلط، يبقى يقول غلط. هو ده السيطرة على ضبط الإعلام، واخد بال حضرتك؟ ضبط المنظومة، لازم المنظومة كلها المنظومة. طيب قول لي قانون الإعلام ما صدرش لحد النهارده؟ لا أنا عايز أبدأ بقى في مجلس النواب ده من الأول خالص. طيب شفت بقى من الأول خالص، حضرتك إزاي تابعت مجلس النواب في أدائه أولاً؟ شفت إزاي النواب الجدد، النواب الشباب والمرأة في البرلمان؟ هقول لحضرتك، هو في البداية طبعاً مجلس النواب الحالي مارس سلطاته النيابية في ظروف صعبة جدا. ظروف صعبة لأنه بعد الثورة وكان البرلمان محلول لفترة كبيرة جدا، فهم فوجئوا ب 350 قانون أو قرار بقانون من السيد الرئيس عدلي منصور والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنهم لازم يجب أو يفق الموافقة عليهم خلال 15 يوم وفقا للدستور. وبالتالي هم بصروا عليهم عشان ما نضحكش على الناس، ده النقد الموضوع اللي احنا بنقوله، لا يمكن أن هو هيراجع قوانين ويناقشها 350 قانون في 15 يوم، فهم مرروهم تمريرة واحدة بالموافقة، وبالتالي دي مشكلة كانت قدام البرلمان. المشكلة الثانية اللي كانت قدامه عدم وجود لائحة. البرلمان ده اشتغل بدون لائحة، لأن اللائحة القديمة وفقا للدستور تعتبر غير قائمة، وبالتالي أخذ وقتا كثيرا في أنه يصنع لائحة جديدة تتماشى مع التطورات الجديدة. الأزمتين دول ألقوا بظلالهم على البرلمان في ضعفه، إضافة إلى شيء ثالث ألقى بظلاله وهو عدم خبرة أغلب نواب البرلمان. عدم خبرتهم، وبالتالي عشان كده أنا بشيد بنواب البرلمان أصحاب الخبرة. هم اللي كانوا ظاهرين، هم اللي أدوا أداء جيد زي مارجريت عازر النائبة المحترمة، النائب مصطفى بكري، النائب طلعت السويدي، النائب أحمد السجيني، واخد بال حضرتك، النائب هاني أباظة، في نواب كتيرة جدا، النائب هيثم الحريري، في نواب كتيرة جدا كانت بصراحة موفقة بالذات من أصحاب الخبرات. أما من الشباب هيثم الحريري كان مميز جدا كنائب، يمكن المرأة كانت مارجريت عازر والدكتورة حاية أنيسة حسون، دول المجموعة اللي كانوا ظاهرين. أما الخبرات كانت كويسة جدا وأدت أداء جيد. النواب الجدد يعني بنسبة كبيرة جدا باستثناء هيثم الحريري لم يؤدوا ما عليهم من دور. طيب بالنسبة للهيئات البرلمانية وإئتلاف في دعم مصر، شايفهم ازاي وكيف كان ادائهم بشكل عام؟ وانا عارف ان شهادتك قد تكون مجروحه، بس انا متاكد ان حضرتك صريح مش فارقه. تمام. انا كتبت في الاهرام وقلت ان دعم مصر يعيش في جلباب الحزب الوطني، واخد بال حضرتك، وده مش معناه ان الحزب الوطني كان كله عيوب يعني، لكن المفروض انا عملت ائتلاف، يبقى الائتلاف ده عنده التزام محدد وعنده واجب محدد وله حقوق، هما يلتزموا في بعض الامور ولا يلتزموا في بعض الامور، وهذا الفرق ما بين الائتلاف والحزب. لكن الدوله ظلمت الاحزاب وتجاوزت الاحزاب للاسف، مع ان ده مخالف للماده 5 من الدستور، وظهر عن ذلك دعم مصر في حب مصر من اجل مصر حتى في انتخابات المحليات، وهذه كلها كتل او جمعيات او تكتلات، لكن كان يجب على الممارسه السياسيه ان تقتصر على الاحزاب، او يبقى للاحزاب الدور الاول مع وجود دور للايه؟ للجمعيات. الائتلافات
اللي موجوده داخل البرلمان. انا بقول البرلمان او القرار في البرلمان عامل زي كره التلج، ما حدش في الدنيا كلها لا الرئيس ولا رئيس الوزراء ولا الحكومه عارفه القرار هيصب في انهي اتجاه. هي كوره بتروح في كل مكان وفي الاخر بترسى في منطقه معينه، وعندك مخالفات كتيره جدا زي قانون الخدمه المدنيه لما اترفض ورجعت وقف عليه في نفس الدور. كل دي امور معروفه للعامه، ويمكن في وجه عموم البرلمان أداؤه غير مرضي للمواطن. طيب الهيئات البرلمانية الأحزاب أداءها كان مرضي بالنسبة لحضرتك؟ إحنا عندنا في حزب الوفد الأداء كان أقل من المتوسط أو متوسط. بحييك يعني بصراحة. كذلك في بقية الأحزاب ليسوا أحسن حالا من حزب الوفد. إيه اللي ناقصهم؟ اللي ناقص التعاون، روح التعاون بين الفريق الواحد، أن يكون هناك قائد للتكتل للكتلة البرلمانية، أن يكون هذا القائد قادر على بس روح التعاون والألفة بينهم، ويكون عنده دور القائد في أنه هو يعرف ما يدور بداخل النواب وفقا لمقترحاتهم وطلباتهم في الأحاطة أو في إبداء الرأي أو السؤال البرلماني أو الاستجواب، ويقعد معهم ويناقشهم في هذا الأمر لكي يظهر التكتل بمظهر الرجل الايه؟ الواحد، لا يبقى كل واحد بيعمل في جزر منعزل عن الاخر. مفترض ان البرلمان قدم الكثير من طلبات الاحاطه والاسئله والاستفسارات، الاستجوابات اخبارها ايه؟ هقول لحضرتك لاول مره ينقضي دور انعقاد كامل بدون استجواب واحد. وهذه هنه وضعف لدى البرلمان. الاستجواب واحد. ايه هو الاستجواب؟ الاستجواب ده هو توجيه اتهام مباشر للحكومة. يكون له نتيجتين، يا يعني الحكومة تطلع بريئة يا طرح الثقة بالحكومة. المفترض ان كان متعلق بأزمة وزير التموين السابق كان في استجواب، مش كان في استجواب بعد لجنة تقصي الحقائق، فالحكومة استبقت ذلك وأقالت الوزير. لكن لم يقدم استجواب واحد، لم يناقش، قدم 8 استجوابات ولم يناقش ولا استجواب، ودي غلطة في حق البرلمان. عندنا النائب محترم ونشيط النائب محمد فؤاد قدم استجواب ورفض، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي انا بوجه برضه للدكتور علي عبد العال واستاذ فاضل، بقول له الاستجوابات هي روح البرلمان وهي عصا البرلمان ضد الحكومه. ايه اللي يرفض إيه لا يخلي تكسر عصا البرلمان؟ ايه اللي يخلي الاستجواب يرفض او يقبل؟ هل هناك معايير واضحه؟ هو له معايير شكليه ومعايير موضوعيه. المعايير الشكليه انه هو ما يكونش القصد به الكيد من الوزير الموجه ضده، وان يكون مستوفي الشكل في الاوراق، لان بالذات الاستجواب السؤال ما لوش مستندات، الاستجواب هو الوحيد التي يشترط فيه هذه المستندات. لكن هو زي ما قلت لك خطوره الاستجواب انه قد يؤدي الى طرح الثقه في الحكومه كلها. وبالتالي رئيس مجلس النواب عشان شايف ان ده بيعمل نوع من التنسيق بينه وبين الدوله ما بيحبش يكتر من الاستجوابات ليحصل ما لا يحمد عقباه. لكن انا بقوله دي عصا البرلمان، الاستجواب هي العصا الخاصه لا تكسر عصا البرلمان. الامور المتعلقه بالتناقض الدستوري ما بين ما اقره الدستور وما بين ما قام به البرلمان بالفعل، هقول لحضرتك انا من وجهه نظري ان البرلمان بيدلل الحكومه ولا يجب على البرلمان ان يدلل الحكومه. البرلمان بيدلل الحكومه ولا يجب على البرلمان ان يدلل الحكومه، بل يجب على البرلمان مراقبه الحكومه ومحاسبتها وشيلها في حاله الخطا. لكن التدليل ده امر جديد. حتى البرلمان ايام الحزب الوطني اللي هو كان برلمان الحزب الوطني كان لا يدلل الحكومه بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. ايه ابرز مظاهر التدليل من وجهه نظرك؟ ابرز في ايه وفي ايه؟ ابرز مظاهر التدليل ان في توجيه للنواب بان هم ما يحرجوش الحكومه ولا ينتقدوها بشكل كبير. اكبر مظاهر التدليل ان هم اقروا الموازنه بدون مناقشه الحساب الختامي. دي نقطه مهمه جدا لان هو يجب ان تناقش الحساب الختامي بتاع السنه القديمه وبعدين تبدا تناقش الموازنه الجديده. اما عدم مناقشه الحساب الختامي معناه ان انا وافقت له على القديم كله بدون ما يطرح عليا، طب ما يبقى الجديد زيه. واخد بال حضرتك؟ اكبر مجامله من البرلمان للحكومه وتدليل عدم نظر الثمن لاستجوابات المقيدين في الامانه العامه للايه؟
لمجلس النواب، لان قد يؤدوا الى اقاله ثمان وزراء او اقاله الحكومه عفوا باكملها. طيب دلوقتي حضرتك قلت نقطه قد تبدو فيها شكل من اشكال التناقض، منين البرلمان جديد ومنين بيقدم استجوابات؟ طب ما ممكن تكون الاستجوابات دي يعني فيها حاجه من حالات الحماس او الغير مدروسه، وبالتالي تم ارجاء هذه الاستجوابات ربما لدور الانعقاد الثاني فيكون في خبره اكبر. لا ما هو البرلمان قلنا بينقسم الى قسمين، قسم قليل عنده الخبره وقسم كبير جدا جاي من غير خبره، ودي طبيعه الامور. فاللي عنده الخبره بيعلم اللي ما عندوش الخبره. يعني عندنا استجواب من نائب محمد فؤاد وهو نائب جديد، واخد بال حضرتك؟ في استجوابات من نواب تانية قديمه، واخد بال حضرتك؟ فمزج ما بين الخبره والشباب ده امر محمود كان نتيجته الثمن الاستجوابات، وبالتالي ما فيش تناقض ولا حاجه، ده في تكافؤ. مستمرين معاكم مشاهدينا ومع الدكتور ياسر الهضيبي الفقيه الدستوري في هذا السرد لتلخيص دور الانعقاد الاول والتفحيص والتمحيص في دور الانعقاد الاول ما لهم وما عليه بعد الفصل. قانون واحد شرع من ايه؟ من الساده النواب او اقترح من الساده النواب في ظاهره غريبه لم تحدث من قبل. ليها تفسير عند حضرتك؟ التفسير مع انهم بيزعلوا النواب يعني تفسير من اثنين، يا ضعف النواب واخد بال حضرتك، يا اما اداره مجلس النواب لا ترضى بهذا بديلا، هي بتحب القوانين اللي بتيجي من عند الحكومه بس كنوع من التدليل. طب ماشي، كيف تعامل بقى النواب مع القوانين اللي جايه من الحكومه من حيث المناقشه ومن حيث التعديلات فيها؟ اي ما اقروها كل اللي جه من عند الحكومه بس فيها تعديلات. ما نقول لحضرتك اقر باستثناء قانون الخدمه المدنيه اللي رجع ورجع تاني ايه؟ اقراره، تم اقراره بصفه نهائيه. التعديلات دي امر وارد، بيتعرض القانون الاول على اللجنه المختصه واخد بال حضرتك، قانون بيتعلق بالصحه بيتعلق على لجنه الصحه، قانون خاص بالاداره المحليه زي قانون الانتخابات بيتعرض على لجنه الاداره المحليه برساله النائب احمد السجيني، وهكذا. بيبدو النواب أعضاء اللجنة وبعددهم مثلا 20 30 حسب اللجنة وكبرها، بعد كده بيعرض على الجلسة العامة داخل البرلمان برضو النواب اللي من لجان أخرى أو أعضاء ليسوا أعضاء في اللجنة المختصة، بيبدأ عليه من اقتراحاته وبيناقش وبيقرر. أفضل اللجان في دور الانعقاد الأول إيه من وجهة نظر حضرتك اللي كانت بتشتغل وفي إنتاج وفي رايح جاي كده وسجال وافكار اداء يعني واسوا اللجان او نشاطا يعني؟ اولا انا ما اقدرش اقول افضل واسوا لان الحصاد ضعيف، المنتج الاخير المنتج لكل في كل اللجان ضعيف واخد بال حضرتك. بس هو لما بتتكلم معاهم بيقولوا يعني او بيقولوا لنا اعذرونا يعني احنا كنا عندنا اللائحه وعندنا اقرار القوانين وعندنا على ما تشكلنا وعملت ده اللي انا قلته في الاول. أيوة ان أيوة البرلمان مارس دوره في وسط مشاكل وعدت لك المشاكل 350 قانون عدم وجود لائحه، وبالتالي على ما تشكلت اللجان خدت فتره كبيره، وبالتالي اصبح المنتج من اللجان ضعيف. فانا مش عايز لا احمد في لجنه ولا اخضع في اخرى، خاصه ان المعروض لا يتيح لك فرصه الحكم الرشيد على هذا الامر. متوقع ان في لجان تتقدم بقوانين مهمه تحل مشاكل كتيره متعلقه بالعجز في الموازنه، زي مثلا لجنه الاسكان والقانون اللي هيطلع منها، زي بعض اللجان الاداره المحليه وقانون المحليات. هقول لحضرتك، هو بس في الاول بوجه نصيحه للحكومه انها يجب ان تبحث عن موارد للدوله بعيدا عن جيوب الفقراء. خلي بالهم من الجزئيه دي، مش كل ما تزنق في الخزينه العامه وان انا عايز موارد ادور على جيب الفقير وابحث عن ضريبه. يدوروا على حاجات كتيره عندهم حتى في الوزارات، يقللوا حاجه اسمها تقليل النفقات. واخد بال حضرتك؟ يعني الوزيره باربع عربيات ده كفايه عليه عربيه قوي يعني. اللي بيمشي بموكب ده بنزين والطرق طبعا زحمه، وانتم عارفين السفريات، عارفين حاجات كتيره قوي، قللوا بس الفخفخينه اللي انتم فيها. وبعد كده دوروا على جيوب الناس اللي الفقراء. محتاجين قانون الاصلاح الضريبي؟ هقول لحضرتك ده لابد، وانا طلبت بيه الحلقه اللي فاتت ان لازم يبقى في قانون اصلاح ضريبي، في سياسه ضريبيه واضحه واضحه وحاسمه وناجزه وتحقق روح العداله. ليه؟ زي ما انا قلت لك ضريبه القيمه المضافه
انا قلت لك المشكله مش في القانون، انا معايا قرار ضريبه القانون، لكن ما يبقاش 14% يبقى 10%. 10%؟ ها؟ يعني زيه زي المبيعات. طب عملوا ايه؟ طب ما فيش مشكله، بس انا ضفت له الخدمات. ما هو كان المبيعات كان على السلع فقط. انا هنا ضفت للقانون ده الخدمات، وقلت لك ان ما فيش سياسه ضريبيه، وبالتالي الضريبه دي هتجيب 34 مليار. قلت لك لما هتحصل هتحصل من مين؟ من التاجر والصانع. من ادرى الدوله بان ال 34 مليار اللي حصلهم التاجر والصانع هيوردهم في النهايه النتيجه هيدخلوا خزانه الدوله؟ وده عدم وجود سياسه ضريبيه واضحه، وعدم وجود رقابه فاعله. لازم الرقابه الضريبيه تبقى فاعله، خاصه ان احنا عندنا 34 جهاز رقابي يمكن اقواهم واقدرهم على العمل والفاعليه وبيضبط قضايا كثيره جهاز الرقابه الاداريه. الرقابه بنوجه لهم الشكر طبعا. قضايا كمان اثارت الجدل، حضرتك شايف ازاي البرلمان تعامل معاها؟ زي قضيه تيران وصنافير، زي قضيه مستشار هشام جنينه، شايف ازاي كيف تعامل البرلمان مع هذه القضايا؟ تعامله كان ايجابي ولا كان تعامله سلبي؟ ولا تصرف لا ايجابي ولا سلبي؟ يعني بين البنين كده. هو حضرتك اديت مثالين، تيران وصنافير وقضيه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. تيران وصنافير البرلمان لم يتحرك لا فيها ايجابا ولا سلبا، لا ايجابي ولا سلبي اتحرك فيها. ليه؟ لان البرلمان لم تعرض عليه هذه الايه؟ الاتفاقيه حتى الان، وان عرضت لم تناقش حتى الان. كما ان حكم محكمه القضاء الاداري ببطلان الاتفاقيه من وجهه نظر القانونيه غل يد البرلمان على المناقشه. وبالتالي يجب على الجميع وعلى الدوله لانها تحترم احكام القضاء ان تنتظر الحكم النهائي في بطلان او عدم بطلان هذه الاتفاقيه. وانا ليا راي قانوني في هذه الاتفاقيه، لو المحكمه لغت حكم البطلان لابد ان تعرض على الشعب. دي من الاتفاقيات التي يجب الاستفتاء عليها. ومن يقول غير ذلك راي قانوني على راسي وانا بحترمه، بس بقول له انت بتضلل القياده السياسيه. مهما كان هو. والدستور بيننا والمواد واضحه. بالنسبه لموضوع المستشار هشام جنينه، انا شايف ان الموضوع ده كان في خطا من المستشار هشام جنينه، وكان في تسرع من الدوله، وكان في غيبه من البرلمان. خطا المستشار هشام جنينه انه ادلى بحديث عن بيانات وعن نسبه من الفساد، وضح من التحقيق انها كانت غير دقيقه وغير منصفه، وادخل فيها سنوات غير سنوات حكم السيد الرئيس، بل من سنوات تتعدى هذا الامر بعشرات السنين، وما كان يجب عليه ان يحزو مثل هذا الحزو، خاصه ان الرئيس السيسي جديد وكان لسه في بدايه حكمه، فما ينفعش ان في 600 مليار فساد، لان دي بتلقي بظلال من الشك والريبه عند الشعب لدى مؤسسه الرئاسه، وهذا امر اصاب الدوله المصريه ومؤسسه الرئاسه والحكومه في مقتل في هذا التوقيت. وبالتالي ان لم يكن لديه مستند قاطع وحاسم، ما كان يجب عليه وهو قاضي انه يلقي بهذه التهم. الدوله انا شايف ان هو موضوع حبسه كان موضوع فيه تزايد، وكنت ارى عدم ضروري الزالت، وكان يكتفى باقالته. بالنسبه للبرلمان، الجهاز المركزي للمحاسبات يخضع للبرلمان. يخضع للبرلمان. واخد من حضرتك. ومع ذلك البرلمان وقف متفرجا. ده تحليلي الوحيد لهذا الامر. ظاهره بقى التاشيرات والوزراء مع البرلمان، والتاشيرات المضروبه والتاشيرات اللي مش ماشيه، والشكل السلبي اللي بيظهر عليه النواب وبتلتقطه العدسات، سواء كانت تصوير او فيديو للنواب وهم بيحاوطوا الوزراء في محاوله لان هم يمضوهم على اجابات لطلبات كتير، وتطلع في الاخر التاشيرات ديت مش ماشيه، ويتورطوا اكتر مع اهالي الدايره. هو امبارح كان في تصريح للدكتور علي عبد العال مشكورا، قال للسادة النواب في مواجهة السادة الوزراء: يا سادة يا وزراء، لا توقعوا على أي طلب للسادة النواب. وحضرتك بتؤيد ده ولا بتعارضه؟ أنا لا أؤيده ولا أعارضه. أنا ليا رأي في الموضوع كمجمل، عشان أنا كنت نائب فحاسس بالنواب.
أنا بقول نظرا لغياب دور الدولة عن أداء الخدمات وضعف الدولة في أداء الخدمات، يلجأ المواطن البسيط الغلبان اللي يجب الدولة أنها تنظر إليه يلجأ لمين؟ لو لقى بيه لابس بدلة ما يعرفوش بيروح يقول له النبي أنا عايز أدخل ابني المستشفى الحق بيموت مني، ما دام شافه لابس بدلة دخله لي. فبالتالي لما يبقى عنده نائب، خاصة في ظل غياب المحليات اللي هي مفاصل الدولة أصلا وأخروا قانونها، وما ظنش الانتخابات هتجرى قبل نهاية العام لأن القانون هيقرر على 11 و12. المهم فبيلجأ المواطن الغلبان لمين؟ للنائب، على أساس أن النائب بيشوف التلفزيون وعارف أنه بيقابل الوزراء. فنظرا لضعف الدولة الناس كلها بتروح للنائب كمقصد. النائب هنا عنده مشكلتين. المشكلة الأولى أنه بيلاقي نفسه ما يقدرش يقول للمواطن أنا ما أقدرش أعين، لأنه لو قال له عين لابني وأنا عندي 6 مش عارفين يتعينوا وقال له لأ، عمره ما هينتخبه تاني وهيطلع يشتمه ويتكلم عليه. النائب لو خد الطلب مش هيقدر يخلصه، لأن السادة الوزراء لا يؤدوا دورهم بفاعلية لتذليل مشاكل النواب، والنواب هنا مظلومة في الجزئية دي. الوزير ممكن ما يقابلش النائب ونروح له 5 6 مرات عشان يقابله، وإن قابله بيديله تأشيرة زي ما سيادتك تفضلت لا تسمن ولا تغني من جوع، بيعملها بيرجعها للمواطن يروح بيها للمحافظ ما تتنفس، يروح مرجعها للنائب تاني يقول له خد تأشيرتك ما نفعتش. يبقى هنا بيحس النائب ويشعر بإيه؟ بغضاضة. عشان كده في نواب بتفكر إنها تستقيل، لأنها قدام أهل الدايرة في حالة إحراج بالغ، قدام الوزير لا يستطيع أن الوزير يحل له هذه المشكلة مع إنه مختص بحلها أو تذليلها، مش شرط حلها بنسبة 100%. طب ما كده كمان يبقى الوزير برضه، يعني الوزير برضه كده مظلوم، هو ما عندوش اللي يحل موضوع التعيينات ده، وهو عنده الوزير عنده حاجات يحلها وعنده حاجات ما يقدرش يحلها. اللي ما يقدرش يحله موضوع التعيينات، لكن موضوع إن مستشفى مثلا زي العيادة الشاملة في مدينة شبين القناطر يبقى فيها إهمال جسيم ومكن وآلات ومعدات وإشاعات ممكن تشتغل ولسه في كراتينها، ده إهمال وزير أو وكيل وزارة اللي في بنها، واخد بال حضرتك؟ إن ما يبقاش فيها ممكن سرنجة لحد حادثة عشان ياخد حقنة مخدر تخفف عنه الألم، ده إهمال وزير، واخد بالها؟ إن الطرق تبقى بهذه أو بهذا السوء، عدد مطبات لا حصر لا غير عدد الحفر حتى في مدينة ناصر، حتى في التجمع، واخد بالك؟ حتى في مصر الجديدة. صحيح. حاجة عمرنا ما شفناها. يعني مدينة ناصر، شوف شارع النصر أنا بحدد أهو بالاسم عند سيتي سنتر، شوف الطريق عامل إزاي. أنا كلمت المحافظ اللي هو أصبح وزير ده وهو راجل غالي ومحترم، كلمته كذا مرة على الحفر اللي في شارع النصر، قال لي اسبوع تكون معموله، فعلا اسبوع لقيتها معموله، بس بعد اسبوع تاني لقيتها رجعت تاني، واخد بال حضرتك؟ ده شيء غير في طرق غير ادميه، طرق غير ادميه. وحتى كمان في الاماكن المفترض الراقيه زي ما حضرتك قلت، التجمعات برضه ده بتكسر العربيات. انا من مصر الجديده لحد البلد عندي او الدايره باخد 2 ساعة وربع، امبارح كان عندي عزا خدته في 2 ساعة وربع وراجع في 2 ساعة وربع، 5 ساعات عشان اعزي ربع ساعه، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي في الوزير عنده حاجات يقدر يعملها، الميه وفي حاجات مش في ايده، وفي حاجات زي التعيين مش في ايده. رايي بقى ان الدكتور علاء عبد العال بيقول للوزراء ما توقعوش للنواب، صح او غلط؟ انا بقول لحضرتك هو بيقول كده عشان ما ينشغلوش عن الجلسه بالتوقيع الطلبات، وعشان ما يخنقوش الوزير برضه، منه تدليل للوزير. مش ده اللي انا قلته في الاول؟ ما هو ليه تدليل للوزير؟ هو مش عايز الوزير يتضايق لان 5 6 نواب هيروح. طب ما هو بيلاقيش الوزير، ولما بيروح الوزير بيقول له ده انا عندي اجتماع عند رئيس الوزراء حتى لو قبل ما رضاش يرجع معاه، ولو لقاه بره ما يدخلوش ويقول له ما فيش ميعاد. يبقى النائب يعمل ايه؟ ما هو المشكله كبيره. عشان كده احنا بنقول الدوله دي عايزه تضافر جهود الكل، والمحليات تحل المشكله دي بنسبه كبيره، المحليات تخفف من هذه المشكله لا تحلها. اللي يحل المشكله لان كمان مش دور النائب الرصف ومتابعه يعني الرصف والتشجير والاناره والمشاكل المتعلقه بهذه الامور، بتهيألي مش دور النائب. ما هو مش دور النائب ليه؟ ما احنا قلنا هو مش دوره، بس دوره هو مش دوره وفقا للدستور، لانه نائب عن الامه يراقب الحكومه ويشرع قوانين، لكن دوره ليه؟ قلت نظرا لغياب دور الدوله. تمام. ونظرا لغياب المحليات. المحليات ما هو في سبب. فانت عامل لي مجتمع يبقى لازم المجتمع كله يتضافر. ما ينفعش ان انا الحاجه تغلى ان انا افضل انتقد في السيد الرئيس، واخد بال حضرتك؟ لا، انا انتقد في السيد الرئيس وانتقد الحكومه وانتقد المحافظ وانتقد المحليات وانتقد النواب،
طب وما انتقدش دول بس، وانتقد نفسي الاول. انا كمواطن سلوكي، ايوه، هل انا لما بروح الشغل من 8 ل 3 بؤدي في ال 8 ساعات؟ اتحدى ان الموظف المصري ايضا يؤدي ما عليه، وبالتالي كلنا عندنا نقاط ضعف. رساله اخيره، لان خلاص فاضل لي دقيقه لدور الانعقاد الثاني. رساله اخيره، رسالتين. رساله للدوله ورساله لدور الانعقاد والبرلمان. الرساله للدوله بقول ان احنا عايزين تكاتف جميع الاجهزه مع الرئاسه، مع مجلس الوزراء، مع النواب، مع المواطنين، ان احنا نعدي ببلدنا. ولو انت فعلا عندك تذمر وشايف ان شعبية الرئيس بتقل او حبك ليه بيقل، انا بتمنى منك انك تنظر للسيد الرئيس في السنتين ونص اللي عدوا ما الذي حققه وما الذي انجزه، في ضوء انجازاته مع ايضا غلو الاسعار اللي انا بقر بيه. ويكفي ان انا اقول لك ان لو الاسعار غليت شوية، زادت شوية وانا مقر معك، او زادت كتير، فهذا ثمن ضئيل مقابل الامن. الرسالة الثانية، هذا ثمن قليل مقابل تحقيق الامن. لكن بقول للدوله ابعدوا عن الغلابه شويه، وابعدوا عن الفقراء، وتعالوا على الناس اللي زينا اللي هي متوسطه الحال. النقطه لدور الانعقاد، انا بقول للبرلمان انت اشتغلت في ظروف صعبه، اداء بتاعك لا يرضي المواطن، اتمنى ان الاداء في دور الانعقاد القادم ان يكون اعلى من ذلك رقابه وتشريعا. وشكرا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ياسر الهضيبي، الفقيه الدستوري وعضو الهيئه العليا لحزب الوفد. كان قراءه تحليليه شامله لدور الانعقاد الاول لمجلس النواب فيما لهم وما عليهم، ونقدر كده نفهم دور الانعقاد الثاني ايه اللي المفترض يحصل في المرحله المقبله، وايه المنتظر منه سواء كان نواب او حكومة، وبالتأكيد هنتابعها معكم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا. شكرا على نظرة حضرتك التحليلية الدقيقة. كمان بشكركم مشاهدين على المتابعة. تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.